الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، فالعلاقات الاجتماعية من الحاجات الضرورية جدا بالنسبة للإنسان والمطلوبة في حياتنا بشكل دايم ومستمر، خاصة مع الجيران، مع الأهل، مع الأصدقاء. يعني بشكل أوضح، العلاقة ما تكونش علاقة سطحية أو علاقة مصلحة زي ما بنقول، عشان العلاقات تدوم ده مهم جدا، ولازم يكون في ود ومحبة في المجتمع أو البيئة اللي احنا عايشين فيها. لكن احنا في مصر عندنا بعض التضارب كده هبة في الحاجات. بعض الناس تقول لك ايه، معرفة الناس كنوز، وناس تانية تقول لك ده البعد عن الناس غنيمة. طب احنا نمشي ورا مين؟ لا، والفكره كمان ان حد يعرفك عشان مصلحه او عشان حاجة صعبه، أي دي بتبقى مش كويسه خالص في العلاقات، وبيكون ليها اثار سلبيه بعد كده. نصايح مختلفه لحياتنا الاجتماعيه السليمه والصحيحه مع الناس مفروض تكون ازاي، سواء زمايل العمل، الجيران، ركزوا الاصدقاء. ركزوا على زمايل العمل، ركزوا عليه. مهمه جدا عشان محتاجين نحسن علاقتنا ببعض. حتى في افراد العيله الواحده كمان العلاقات بينهم مفروض ان هي تكون ازاي. ده اللي هنعرفه مع الدكتوره نهله ناجي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتوره. أهلا، صباح الخير. صباح الفل. اول حاجه كده نقول، يعني ايه علاقه اجتماعيه مثاليه؟ ازاي نوصفها وبيكون شكلها عامل ازاي؟ بصي، زي ما حضرتك بداتي انه الانسان كائن محتاج علاقات اجتماعيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اول ما خلق ادم كان محتاج انه يبقى معاه حد، ما ينفعش يعيش لوحده، لأن وجود علاقة اجتماعية دي أكتر حاجة في الطب النفسي بتحسسك بالاستقرار والأمان والثبات النفسي. يعني لو واحد عايش في جنة وعنده كل الإمكانيات اللي توفر له السعادة، بس هو لوحده، هو ينقصه الكثير. العلاقات الاجتماعية دي بتخليكي تحسي إن قدامك مراية أنت شايفة فيها نفسك، بتتبادلي معاها الحوار، بتتفاعلي معاها، بتسنديها شوية وهي بتسندك شوية. فإحنا محتاجين ده، ما نقدرش نعيش من غيره. هل ده معناه يا فندم إن الإنسان اللي بيحب العزلة أو يبعد شوية عن الناس وبيحب الهدوء زي ما بنقول عنده مشاكل نفسية؟ فعلا؟ يعني في جزء من سمات الشخصية إنه في ناس بتفضل إنها تبقى لوحدها، وبيشعر يعني عبء نفسي شديد جدا إنه يتواجد في وسط الناس، لانه الناس دي تحتاج مني، لازم اتكلم ولازم اجامل ولازم اتحمل، انا لوحدي ببقى مبسوط. لو الشخص ده مش عارف يعمل توازن بين الوقت اللي هو بيفضل فيه يبقى لوحده والوقت اللي محتاج فيه يتفاعل مع اللي حواليه، اكيد هتتاثر دراسته، شغله، حياته الاجتماعيه. يعني في خط رفيع كده بيفصل بين ان هو تبقى حاجه طبيعيه، ان في وقت عايز اقعد فيه مع نفسي، ولما تتحول بقى لانعزال كامل يبقى لو انت بتعرفي تعملي ده يبقى كويس. لو حد بيلاقي نفسه لا انا عايز ابقى لوحدي، يعني انا دخلت البيت، طيب في زوجه مستنياك، طب في ولاد محتاجين يتكلموا معاك، دخلت شغلك، طب في زمايل محتاجين يقولوا لك ايه اللي حصل، ريبورتنج ليك ايه اللي حصل امبارح وهنعمل ايه بكره. انت مش عارف تتعامل مع دول. دي نميمه يعني ولا في الشغل؟ لا، في الشغل. في الشغل بنتكلم في اطار الشغل. احنا كل ما بنروح الشغل الصبح بنقعد نحكي ايه اللي حصل امبارح. صح، لا نتفقد الايميلات بتاعتنا ونعمل ايه النهارده. لازم تعمل اوديتنج الصبح، تشوف ايه اللي حصل امبارح وايه الخطه بتاعتنا النهارده، ولازم لما تخلص حاجه تديها لزميلك يراجعها، وتديها للاكبر منك عشان يوزع الشغل على الناس. لو انا مش عارف اتفاعل مع ده، لا هشتغل ازاي؟ هعيش ازاي؟ ايفن اي حد انت بتساعده في البيت، يعني لو حد بيساعدك في البيت، انت محتاج تقوله انت محتاج منه ايه وهيعمله ازاي، وانت راضي عن ادائه ولا لا، ولو هو برضه مش هيقدر يجي النهارده، مش هيقدر يعمل ده، محتاج برضه نتكلم مع بعض. صحيح. طيب، انا من الناس يا فندم اللي مؤمن تماما بانه لازم يكون في مسافه في اي علاقه ايا كانت. هل ده مطلوب؟ دي مهمه جدا جدا، مهمة مع اي شخص ايا كان. ايا كان، يعني مع والدك، والدتك، اخواتك، زوجتك، ولادك، صحابك، لازم تعرف انت مساحتك فين، اللي بتديك الكومفورت زون بتاعك، وايه اللي ممكن اقوله للناس واسمعه منهم واتقبل ان هم يتدخلوا لحد فين. المهم ان انت تكون انت واضح عشان توصل ده للي حواليك. ومهم كمان ان السيركل اللي حواليك تحترم ده. طب ايه طريقه التوصيل السليمه اللي ما تخليش النفوس تشيل؟ يعني الواحد بيعمل المساحة المطلوبة بينه وبين اللي حواليه، لكن في نفس الوقت ما يحسوش انه لا ده ما نقربش جنبه، اصله ممكن يبقى متكبر، اصله متعالي، اصل ما نقدرش نقول له يعني ازاي نفصل الفصلة دي. بصي حضرتك، هي القصة دي فيها جزء بعد ثقافي شوية، يعني مش كل المجتمعات بتعمل كده. حتى احنا لو قلنا في مصر هتلاقي في بيئة الناس شايفة ان كل واحد يعرف عن تاني كل حاجة، ومن حقه يتدخل وينصح
ويشارك، وفي بيئة شايفة أنه لا لحد كده أنت غلطت كتير قوي أنك تدخلت زيادة عن اللزوم. فده جزء ثقافي بنربيه لأولادنا. يعني حضرتك بتعلمي ابنك أنت لما تروح المدرسة تحكي إيه عن البيت وإيه اللي ما ينفعش تتكلم فيه. هو ينفع يحكي حاجة عن البيت؟ ساعات بيحكي، يعني ساعات بيقول خرجنا روحنا امبارح مثلا اتفسحنا في مكان الفلاني، ماما عملت أكلة كويسة، ماما وبابا امبارح شدوا شوية مع بعض، انا وقتي اتخانقنا على كذا. دي اللي المفروض ما يتقالش بقى. حتى لو عايز احكيها هو رايح متضايق ان حصل امبارح شد في البيت مع اخته مع مامته وبابا، فهو محتاج يحكي لصاحبه، بس مش لازم نحكي التفاصيل. مش لازم، يعني ممكن اقول انا متضايق ان هم امبارح كانوا منفعلين فانا دخلت اوضتي وقعدت لوحدي، بس مش لازم اقول كانوا بيتخانقوا علشان المصروف البيت، مش لازم اقول بابا قال لماما كذا، مش لازم اقول انه مثلا واحد فيهم ساب البيت دلوقتي، لانه اللي بيسمعك محتاج يخفف عنك التوتر اللي جواك، لكن ما تهمهوش تفاصيل الحكايه. صحيح. طيب احنا قلنا في البدايه اشكال العلاقات الاجتماعيه المختلفه، فعايزين دلوقتي من حضرتك كده نصايح للناس ازاي نبني علاقتنا مثلا مع اهالينا، مع اسرتنا الصغيره، مع الجيران، مع اصحابنا، مع زمايلنا في العمل. هو انا مبسوطه ان حضرتك بتثير النقطه دي، ان احنا دلوقتي عندنا فقر في العلاقات الاجتماعيه. لانه اهتمامنا بالسوشيال ميديا خلانا نقعد كتير على الموبايل، خلانا نقعد كتير نكتب يعني اخبارنا وننزل صورنا اكتر ما بنقعد مع بعض. حتى في المجاملات، يعني في المباركه، في كل حاجه، يعني في واجب العزاء كله بقى انا بقيت بعرف مثلا ان فلان تعبان او فلان اتجوز او فلان خلف من السوشيال ميديا، لانه ما بقيناش قريبين من بعض لدرجه ان اتابع انها مثلا في واحده حامل 9 أشهر فبعرف فجاه انها ده اتجوزت وخلفت. هي الفكره انه انت محتاجه يبقى عندك جزء من العلاقات الاجتماعيه القريبه، لان العلاقه الاجتماعيه دي بتخليكي تحسي بالدفء، تحسي بان في حد سندك، في حد بيسمعك، ودي بتخفف 70-80% من توتراتنا النفسيه. يعني احنا مش كلنا محتاجين نروح لدكتور، اللي هو اقعد قدام الشخص اتكلم مع الشخص نفسه، مش مجرد تواصل. لا يعني انت النهارده مثلا حصل مشكله ضايقتك في الشغل، وسائل تكنولوجيه كويس، وانت قبل ما ترجعي البيت قلتي لواحده زميلتك وانتوا مروحين ما تيجي نقعد في حته نشرب كافيه مع بعض قبل ما نروح، وانت قاعده اتكلمتي انه انا متضايقه من مثلا من الشغل، لانه المشوار بعيد، لان المجهود عليا، لانه فلان مثلا بيضايقني، فضفضتي شويه، انت هترجعي بيتك نفسيا احسن من ساعه ما حصلت المشكله. تنفيس يعني زي المهم ان الشخص ده ما يستغلش اللحظه وترجعي شغلك تاني يوم تتصلي. ده اللي مهم. هي دي بقى الذكاء اللي بيحكي، انه انا كنت محتاجه اتكلم بس مش محتاجه ادخل في تفاصيل وحاجات شخصيه تخلي اللي قدامي يضغط عليا بيها بعد كده. طيب لما بيحصل مشكله في العلاقات الاجتماعيه وبتاثر بشكل او باخر على الحاله النفسيه للبني ادم، او ان هو حاسس ان هو في حاله غير مستقره نفسيا نتيجه خلل اجتماعي، ازاي ده ممكن ياثر على حياته العمليه وازاي يخرج من الدايره دي؟ بصي، كنت الاسبوع اللي فات بشوف حاله دكتور، هو يعني في الستينات بيروح شغله وعنده عيادته وبيروح يصلي في الجامع وبيقابل صحابه واهله، بس لظرف ان زوجته توفت من فتره فهو بقى قاعد في البيت لوحده. لما تعب مثلا شهر كده وبطل ينزل عيادته، بعد شويه بطل يرد على التليفون، فاتصل بحد من ولاده قال له انا تعبان. لما راح شافه لقى اهمال في كل حاجه تخص البني ادم، يعني اهتمامه الشخصي بذاته، انه هينزل يحلق، هيغير هدومه، بياكل ايه، بينام امتى، البيت اللي هو عايش فيه فيه اهتمام بيه ولا لا. لما بتنعزلي اجتماعيا انت مش بتنعزلي انك تقابلي الناس، انت بتنعزلي انك تعيشي زي الناس. يعني انا عشان اخرج النهارده هحتاج اهتم بمظهري، علشان اقعد معاكي هحتاج ارتب احنا هنتكلم في ايه، هيبقى في اطلاع قبل كده على اللي احنا بنعمله. علشان اقضي وقت بره البيت انا هجهز مثلا عربيه سواق يوديني، هقعد في البيت هجهز حاجتي اللي تريحني. لما بنعزل انا بنفصل عن المجتمع. طيب دكتوره، زمان بتدهور في كل حاجه. زمان كان عندنا جار راجل هادي جدا وكان في حاله، وكان على قد صباح الخير ومساء الخير بس، ما بيتكلمش
في مدخل عمارة ما بيتكلمش وانت طالع، فكلنا كنا واخدين عنه انطباع ان هو شخص مش يعني مش بشوش، مش بيتكلم، مش اجتماعي زينا يعني. لكن بيحصل موقف بعد كده وبنكتشف ان الراجل ده راجل محترم جدا وجميل جدا ومتعاون جدا نتيجة الموقف. هل هو يعني بيبقى قاصد مثلا انه يعمل حاجه زي دي؟ هل هو كان بيحط حدود مثلا بينه وبين الجيران؟ هو غالبا برضو ما بيرتاحش في التعامل الاجتماعي. لما احتجته لقيته، وهتلاقيه في موقف محدد جدا، وبعد كده هيرجع للقفله اللي هو قافلها على نفسه. عنده قناعات شخصيه، الاختلاط بالناس ممكن يعمل مشاكل. لو الناس عرفت عني حاجه ممكن تستغلني، ممكن يطلبوا مني حاجات زياده عن طاقتي. خليني ابعد عن كل ده، ان انا مرتاح لوحدي. لكن لو انت مثلا حد تعبان من جيرانه وخبط عليها، ينزل ويروح معاه مستشفى ويساعده ويخدمه كده، بس دي هتبقى ظرف مؤقت، لكن مش ده الطبيعي بتاعه فور ايفر. الناس دي على فكره صعب في التعامل معاها. يعني تخيل زوجته بتعمل ايه لو هو كل يوم دخل قفل على نفسه باب الاوضه. لو حس ان في مشاكل في البيت، بس اتصرفي انت لحد ما تطلبي مني ان انا اتدخل، ساعتها هتكتشف ان هنا في راجل ممكن يعمل حاجه. طب هل احنا لينا طريقة لتعديل السلوك؟ يعني لو حد بيعاني من المشكلة دي، ازاي يقدر يتغلب عليها ويرجع تاني بشكل ايجابي ومتفاعل؟ انت بتحاولي يعني تشدي الطرف ده انه يبقى طبيعي، لانه في واجبات اجتماعية لازم نعملها، ما ينفعش ما نعملهاش. يعني ما ينفعش مثلا حضرتك تروحي عزا او فرح لوحدك، ليه؟ ما لازم يبقى معاكي. ما ينفعش مثلا يبقى ابنك تعبان وانت تنزلي للدكتور وهو اصله قاعد مستني تبقي تبلغي تطمنيه بالتليفون، ليه؟ ما ينفعش مثلا يوم عيد ميلادي ما الاقيش صحابي حواليا. لا، يعني حتى لو انا شخص ما بحبش الاختلاط، ما برتاحش فيه، بس لازم اعرف ان في حد ادنى من التعامل اللي يخلي حياتنا ميسره، ان واجبات عليا لازم اعملها. ده بيخليكي الى حد ما قريبه من الطبيعي، يعني مش لازم تبقي 100% من الاحتياجات الاساسيه للانسان. يعني طبعا طبعا مهمه جدا، لانك مش تعرفي تادي وظايفك بدون ما تتعاملي مع الطرف الثاني. انت محتاجه الناس، صحيح، محتاجاهم يشاركوكي ويشتغلوا معاكي وتتعلمي منهم ويقفوا جنبك. مش هتلاقيهم طول ما هم ما يعرفوش عنك حاجه. يعني الكيس اللي بيحكيها، لو الراجل ده عيان احنا هنعرف منين؟ صح. لو مثلا حاجه باظت في شقته هيجيب حد ازاي يصلحها له؟ فهو في وقت من الاوقات محتاج يقول لك، هو انتوا بتصبحوا على بعض الصبح؟ ده امبارح مثلا كان الاسانسير عطلان، هنعمل فيه ايه؟ لكن هو ممكن يبقى الاسانسير عطلان بقاله شهر وهو سايبكم تتصرفوا وهو طالع نازل على السلم. طيب اعتقد انه على جانب اخر، يعني علاقتنا بصحابنا ما بيكونش فيها بقى اي حسابات، بنبقى كتاب مفتوح كده قدام بعض، هل ده صح؟ ده جديد، ما كانش طول عمره كده. يعني الناس دلوقتي بقت بتدخل بيوت بعض وتقعد مع بعض ويعني تنكشف على كل ظروفهم الشخصيه، وبعد كده يتخانقوا ويتكلموا في الحاجات الشخصيه اللي عرفوها دي. وهي فكره العتاب دي سليمه؟ هي سليمه انك تفهمي اللي قدامك ان انا متضايق من كذا، وخلي بالك ما تعملوش لانه بيضايقني. ما هو انا مش هعرف، لكن ما اشيلش في نفسي واسكت واتعامل من المنطقة. لا لا، حضرتك لو ما وضحتليش انك متضايقه، انا هكرر نفس التصرف ومش هبقى عارفه ان انا بعمل حاجه تضايقك. بس هتعبري لي ازاي؟ يعني انا ممكن مثلا اسالك في قاعده مثلا ظروف الدنيا مش لطيفه وما اعرفش ايه وبتاع، وبعدين اسالك انت مرتبك كام؟ فانت تتخضي، انت ازاي قربتي المسافه دي؟ صحيح، انا اللي عملت كده. يعني انا اللي خليتك توصل انك تتجاوز وتتدخل في حاجات. ازاي توصل للدرجه دي؟ صح. ممكن تقولي والله انا باخد رقم كويس بس مش مكفي احتياجاتي. لكن مش محتاجه اعرف منك. لا، واقول له كمان، او اقول له كمان دي حاجات من الحاجات الشخصيه. مسؤوليات ايه دي؟ ما تخصش حد. لا، ده انا ممكن اقول له كمان دي حاجات من الحاجات الشخصيه اللي ما ينفعش حد يتكلم فيها، او ما ينفعش حد لا يعني فيها. طبعا حتى في التعاملات البسيطه والمواقف اللي ممكن تحصل بين الناس وبعضها، او بين الزملاء وبعضهم، برضه بتأثر عليك وبتبقى عايز تعرف الطريقه اللي بتتعامل بيها. احنا محتاجين فقره بقى عشان نتكلم عن موضوع الزملاء ده. على كل، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره نهله ناجي، استاذه الطب النفسي بعين شمس. شكرا جزيلا يا فندم. متشكره قوي لحضرتك.